المسؤولية في الأمانة العامة لحزب الاستقلال بعد وفاة الراحم الزعيم علال الفاسي. إذن نعتبره حكيما داخل البيت الاستقلالي، نعتبره رجلا وطنيا قاد مراحل عصيبة في تاريخ المغرب، وخصوصا بعد استرجاع الأقاليم الجنوبية دافع بقوة في المحافل الدولية كوزير للخارجية. إذن كان دائما الرجل الذي نستشير معه في كل القضايا التي تهم الوطن، رجل مبادئ، رجل الذي كان يدافع عن القيم وعن الأخلاق وعن الثوابت، ثوابت الأمة اللي هي الإسلام والوحدة الترابية والملكية الدستورية والديمقراطية من أجل عدالة اجتماعية. كان دائما من المدافعين الأساسيين، لهذا فقدانه هو فقدان للشعب المغربي ولكل المتعاطفين مع القوى الحية. أنا بهذه المناسبة لابد من قدم تعازي باسم كل استقلالي والاستقلاليات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى الشعب المغربي وإلى كل استقلاليين وإلى عائلته الصغيرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.